لصالح كيانات صهيونية، ولكن لدينا وعي وتصميم على استكمال مسيرة مصر، وربنا يحفظ مصر والمصريين. تمام، هو الوعي موجود الحمد لله، لكن مش عند الجميع، وربما هو المقصود انه ما يوصلش الفكر المتطرف لاخرين. يعني اذا كان الامن ممكن يحتوي المجموعات اللي موجوده دلوقتي او بعضهم يكف في يده عن الاستمرار في دعمه باي صوره من الصور، لكن الخوف كمان من انه يكون في عناصر جديده وفي اجيال جديده تنضم ليهم مع الوقت والزمن تستمر الظاهره. احنا عايزين الظاهره تتوقف باجل معين ان شاء الله على كل المستويات امنيا وفكريا. دكتور عبد الهادي، والله سيادتك لا يمكن ان احنا نترك المساله فقط في مواجهة أمنية، لأن ده حمل ثقيل جدا. لابد أن يكون هناك مؤسسات الأعلام، مؤسسات الدينية، أيضا هناك بعد اقتصادي مهم. لابد أن يعني نحدث عمليات تنمية في حدود مصر بالكامل وفي سيناء وفي تلك المناطق. لابد أن احنا ننشئ عملية تنمية تستوعب احتياجات أهلنا اللي موجودين في هذه المناطق. المسألة لا يمكن أن تترك للأمن، ضخم جدا، لابد أن نتكاتف جميعا في هذا الأمر. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية. طيب، يعني الكل بيتكلم انه لازم يبقى فيه تكاتف ولازم يبقى فيه مسارات اخرى زي ما احنا بادئين الحلقه، بالتوازي مع المسار الامني. انا عايز اسال السؤال بشكل مختلف، هل المسارات الأخرى هي اللي مش محققة دورها المطلوب؟ يعني هو مش الدور الأمني اللي مش متحقق، ده هي المسارات الأخرى هي اللي فيها مشكلة. قولا واحدا نعم. طبعا. طيب، ما هو الناس بتتكلم ان المسارات دي مش مسؤول عنها شخص بعينه، هو مسؤول عنها جموع المواطنين. ما هو مسؤول المؤسسات. صحيح، ما انا هقول لحضرتك، مسؤول اعلام تنويري، ما فيش شك في ذلك، تسليط الضوء على هذه العمليات بدرجه او باخرى وتفنيد اسبابها. الجزئيه الثانيه، وهي جزئيه هامه جدا، مساله الحاضنه، كيف تفقد هؤلاء الجماعات الحاضنه اللي بتنطلق منها. دي جزئيه مش تكفيف في المنابع اللي اشار سيادتي اللي هو مهم جدا، لكن الحاضنه اللي بتنطلق منها ده الاهم، لان الحاضنه دي هي اللي بتعمل لها انتشار، هي اللي بتعمل لها معيشه، هي اللي بتعمل لها حياه، هي اللي بتنطلق من خلالها اللي تقوم بهذه العمليات. بمعنى ان تكون هذه الحاضنه في صف الدوله، وان الدوله بجهاتها الأمنية بجهاتها السياسية لابد أن تراجع نفسها مع كل عملية بتتم، هل هناك أخطاء ارتكبت؟ هل هناك مظلومية هؤلاء الناس بيعانوا منها بشكل أو بآخر؟ أنا أتعاطي معها. هل القبائل والعوائل والمشايخ؟ أنا عايز أسمع يا أمل، بس هي النقطة ديت لازم برضو نتكلم فيها، لأنه أحد التحليلات يا دكتور مختار بتتكلم على أنه المنطقة الأمنة في الحدود في شرق رفح هي السبب مع هدم منازل وتهجير، مع انه الناس خدوا تعويضات ورحلوا براضيتهم. هي دي النقطه يا ايمن، يعني ما بص يا ايمن، هي دي النقطه اللي انا محتاج توضيح للناس. يعني وانت ممكن يكون الرجل غاضب من هدم منزله، ممكن ما يكونش اكتفى بالاموال التي صرفت له وراها انها ضعيفه او غبن فيها، من الممكن انه عمليات التهجير دي تمت رغما عنه فالى حد كبير. ما دي كلها اسباب. هي الحاضنه هي ايه؟ الحاضنه بمعنى المكان الامن اللي يستطيع ان ينطلق منه هؤلاء الناس. اذا هذا الرجل ما لقاش مكان امن، زي الحديث عن داعش وما يحدث في العراق، داعش ده في الاول وفي الاول في داخل العراق اللي هو المحيط السني اللي خلينا انطلق منك لبره شويه، اللي هو الانبار وصلاح الدين ونينوى، اتوا الى العراق بايه؟ اتوا الى العراق لانهم يقفوا بجانب السنه ضد اضطهاد الشيعه او ضد الطائفيه السياسيه اللي بيمارسها النظام السياسي الموجود هناك، فلقوا ارضيه ولقوا حاضنه انطلقوا من خلالها، ومن خلال هذه الحاضنه والارضيه احتلوا المحافظات الأربع، والنهارده تحالف دولي بجلالة قدره بجانب القوات العراقية بجانب البشمرجة بجانب 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 لا ما استطاعوش أن ينهوهم بدرجة أو بأخرى. نفس المعنى أن الجيوش النظامية صعب أنها تهزم العصابات بشكل سريع مباشر. يبقى أنت عشان أنت تبحثي النهارده عن الأسباب، يعني كثير الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة العراقية والاتحاد الأوروبي الآن يطلب ود الصحوات اللي هم أولاد العشائر والقبائل لإنهائهم، لأن العشائر هم أولاد الصحوات. لما حصلت الولاية الأولى لأبو مصعب القاوي في العراق وانطلق في ولاية الأولى 2006، أولاد الصحوات هم في 2007 لا دخلت قوات عراقية ولا كانت قوات شرطية. يعني ده نفس المبدأ بتاع حضرتك بدأت كلامك بيه، النقطة بتاعة التعامل مع البيئة المحيطة بهؤلاء. أيوة، إن البيئة المحيطة كانت تكون بيئة طاردة. طيب، لهؤلاء الناس بدرجة أو بأخرى، فمش هتوفر لهم أرضية، فإلى حد كبير جدا هتريح حتى الجهات الأمنية في التعامل معها. أخطر ما هو موجود في ناحية الجهات الأمنية إنه بيحارب شبح.
انه بدرجه او باخرى بيحارب انسان هو مش عارف يجيبه منين، وحتى ان وجد في مكان بيختفي في مكان اخر. يعني طيب يا دكتور، قبل ما اروح للست اللي هو في النقطه دي برضو تحديدا، الزعامات الخاصه بالقبائل والبادو كانوا اكتر من مره ساهموا بجزء كبير مع القوات المسلحه في الوصول الى عناصر ارهابيه في سيناء منذ بدء العمليات الامنيه لاكتساح الارهاب هناك، وكان في لقاءات متعدده الحقيقه، بل انهم كمان ساهموا في تسليم السلاح اللي كان موجود بشكل عشوائي، ومطلوب منهم مساهمات اكبر. ومطلوب منهم مني انا كسياسي او من جهه سياسيه ان انا اقول لهم معلش هناك تعاطي امني مع هذا الموقف، انا بعمل حظر تجوال بالنسبه لك وقد يؤثر على معيشتك، تحملني شاء القدر انه الارهابيين يكونوا في هذه المنطقه. انا بقول لك اهو انا بعمل حظر تجوال، بقول له انت من الساعه كذا للساعه كذا هتمشي، انت من الممكن وانت بتمر على نقاط تفتيش فتتفتش سيارتك فتتفتش هدومك فتتفتش ملابسك، فلازم ما تتضايقش انك انت بشكل او باخر قد يؤخذ ابنك لانه بشكل او باخر شاف واحد او بتاعه كلام من ده، لكن انا هخرجه لك ما تقلقش، لكن انت معايا. لكن انا بكلمك في عنصر الصحيح اللي من الاهميه، لان عشان احنا مش قضيتنا انه عمليه تمت وانه دول جماعات ارهابيه وان دي جماعات متشدده وانها بتعمل وان ده معروف وان الجماعه دي اسمها كذا، ده كله محفوظ سهله، لكن انا مشكلتي كيف امنع تكرار هذه العمليه، وكيف انظر الى الاخطاء التي ارتكبت بشكل او ابحث عن الاسباب بشكل او باخر اللي انطلقوا منها واعالجها. اعالجها امنيا مطلوب، اعالجها سياسيا مطلوب، اعالجها فكريا مطلوب، اعالجها اقتصاديا مطلوب، عليك اجتماعيا، دي كلها متوازيات لابد ان انا امشي فيها في سياق واحد. اذا انا ما قراتش هذا المشهد بهذا الشكل هنتننا هبيجي هنتكلم في قرم القواديس وتنتهي ونتكلم في العمليه بتاعه امبارح وهنتكلم وهنتكلم في عمليه ثالثه. انا عايز اجي بنوع انا افتقد، خليني اقول لك بصراحه، عايز اعرف راي سياده اللي هو في اللي حضرتك بتقول المتعلقه بتجفيف المنابع، النقطه اللي بيثيرها الدكتور مختار واللي متعلقه بجذريه الحل الامني كاجراء جراحه سياده اللواء عاجله، لكن بيليها فتره نقاهه وعلاج بمضادات حيويه وما شابه. اشوف يعني حكايه الحل الامني، الحل الامني ده يعني تطبيق القانون. صحيح. تطبيق القانون وفق فلسفه امنيه جديده بتراعى فيها غايه من المستحدثات، غابه من المستحدثات. انت بتشتغل والكاميرات الفضائيه فوقيك، بتشتغل والهيومن رايتس ووتش قدامك، بتشتغل وامنيستي انترناشونال وراك، بتشتغل واعين ناقده لانه لم تشعر بما يحدث من مطلوب اللي هو قال عليه تنميه الوعي الشعبي. تنميه الوعي الشعبي ياتي ايضا مع دفع جهود التنمية. طب أنا عشان أدفع جهود التنمية وأنمي الوعي الشعبي لازم يكون عندي مجتمع آمن، لازم يكون في ساحة. لا أنا عايز أفهم من حضرتك الجزء المتعلق بأمنستي انترناشنال والهيومن رايتس واتش والمنظمات دي. أنت بتشتغلي كأمن وأنت فوقك 24 ساعة كاميرات فضائية، كويس، تبص وتترجم ما تراه بحسب مفهومها الثقافي. لما تبس ايوه، طب وماله؟ ما انا لازم، انا كمان لازم ابقى عارف ان انا لست وحدي في الميدان، ولازم تاديه الاداء الامني هنا وفقا لهذه الاوضاع المستحدثه، ولازم ابقى عارف كويس ان هناك اشياء لابد من مراعاتها بالكامل ولو بالزياده. يعني احنا شفنا مؤخرا، وده مثل، يعني شفنا الراجل اللي هو في كيرداسة بيموت بيتقتل ناهيك عن بقى، شفنا الضابط بتاع الرفح وهو بيتقتل قبل الحادثة بتاعت ميدان التحرير بيومين، شفنا اثنين مجندين بيستشهدوا إلى جوار الأخت شيماء بتستشهد. المنظمات دي بقى ما بتشوفش الأحداث دي ليه؟ أنا بقى عايز أقول لك أن هنا برضو لازم تبقى كله مشروع مشترك، مش حد لوحده. إعلام بالميم زي ما قلت، هذا الإعلام مراية بتنقل ما وقع دون إضافة أو حذف، دون إبداء رأي شخصي. بتتعامل مع الحادث بشكل خبري، بشكل هو خبري. هو ده اللي احنا بنقوله. ده مهم جدا جدا جدا. ليه؟ لأن أنا كده بسيب الخبر هنا يبقى أز إفكت كحقيقة، وهذا الإعلام الحقيقي هو مطلوب دلوقتي.
ومطلوب عدم استعداء اي فئه من فئات الشعب. يمكن احنا ما اضر بعمل الشرطه من بعد 2011 هو هذا النوع من الاستعداء الاعلامي العجيب. وكان هذا الرجل مندوب من جهنم جاء ليقتل الناس وجاء لياكلهم وجاء لان الظروف كانت وقتها كده يعني كان اصلا ما كان يجب اتجاه بالمنظر ده يعني وفقا لقواعد السلوك الاعلامي الاصلي اني مرآه لا تكذب ولا تتجمل ولا تضيف ولكن تحلل ممكن تحلل على ضوء الصدق التام. انا في حاجه دلوقتي للمجتمع ان يكون هناك قدوه مثل ان يكون هناك وضوح في الرؤيه اللي هم بيسموها الشفافيه كلام سليم ان يكون هناك خطه تنمويه تدفع بالتنميه الى الامام. انا عايز جهود التنميه كلها تبقى اساسي وعايز ايضا تنميه الوعي الشعبي. الوعي الشعبي ده على فكره نما بطريقه جيده جدا وبدليل على كده النجاحات الامنيه. يا اخوانا النجاحات الامنيه اللي احنا عايشين فيها ومش حاسين بيها كثيره جدا ونتيجه للوعي الشعبي. لكن في حاجه اشار عليها هي كوميديا ولكن عامله زي الكوميديا السوداء اللي هي مثلا عبوه يجري يبلغ ويجري يتفرج على التليفون ويجري يتفرج لا يتفرج. كذا حد الحقيقه الراجل بيتحدث فيها انه معرفش الثقافه المصريه عموما الشعبيه حب استطلاع لذيذ جدا حتى لو جه على حساب ده من الحب ما قاتل يعني عمليه حتى حظر التجوال يا سياده اللواء يعني المصريين كانوا بينزلوا يتفرجوا عليه يعني مش بس القنبله اللي بيتفرجوا عليها وهي بتتفكك يعني احنا برضو محتاجين نكون مستجيبين شويه زياده أيوة لازم ننمي نفسنا لانها في النهايه للحفاظ على حياتنا والحفاظ على امننا وعلى البلد طبعًا. وكفايه بقى خلينا نبص لقدام عندنا المؤتمر الاقتصادي ده حبل لازم نمسكه عشان ايه نتخطى احنا نجحنا. طيب بما ان حضرتك بتذكر المؤتمر الاقتصادي برضه معلش احنا مضطرين ان احنا نتكلم اكتر عن العمليه اللي حصلت امبارح مش لانه ده مناسبه اعلاميه وكويس قوي ان حضرتك قلت انه احنا محتاجين اعلام شفاف ينقل الحقيقه كما هي لانه ده مطلب امن قومي مفيش شك في ده. واتمنى ان يكون النيل الاخبار احد الادوات اللي بتقوم بالدور دوت بشكل كامل يعني. لكن لو انت حضرتك بتتكلم عن المؤتمر الاقتصادي وبتتكلم عن الانتخابات البرلمانيه وبنحلل في ضوء دوت العمليه بتاعت امبارح عملية امبارح كانت مسألة انتقامية ولا كانت بتهدف لتعطيل مصر عن الخطوتين اللي حضرتك بتتكلم عنهم؟ بتهدف إلى الحيلولة بين المصريين وحلم المستقبل. شوف بقى إزاي المصريين اللي عملوا احنا كمصريين غيرنا خطة الشرق الأوسط الجديد. أنا عشان كده طرحت وروحنا البيت وفاة الملك عبد الله. لا هل 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 قطر وتركيا ليهم دور أكبر النهاردة في مصر؟ أنا شوف عايز أقول لحضرتك حاجة. مصر مختلفة تماما عن باقي الناس. مصر بقول لك احنا قفلنا الشرق الاوسط الجديد السياسه العالميه كويس هي احنا ما قفلناهاش احنا جمدناها بس هي شغاله حوالينا بدليل ما نراه في ليبيا ما نراه في اليمن ما نراه في السودان ما نراه في سوريا. انما بالنسبه لنا تمكنا من تجميد سياسه عالميه وروحنا البيت وصلنا بعد كده الى احنا عملنا الاستحقاقين الانتخابين الاولاني والثاني دستور ورئيس الدوله دستور الرئيس وان شاء الله نعمل مجلس النواب. ولكن في حاجتين مهمتين جدا استفتاء الشعب المتمثل في زنادق قناة السويس ده رضا جماهيري عن الأداء التنفيذي وأيضا مؤتمر إعمار غزة ناس مؤتمر إعمار غزة ينعمل في مصر ولاقي اللي يطلع لي البتاع دولة لا يدرون شيئا لا عن المصريين دولة بيحولوا بين بلوغنا كمصريين ما نصبوا إليه من مستقبل. ولذلك أنا برفض تماما لا التبرير ولا عملية المؤامرة لا دي في حاجات بس في ناس عايزة تضخم من الأوضاع يعني نخلق طوطم تاني ونمشي وراه زي ما كانت الخطة ماشية في شيماء الله يرحمه ويحسن إليه لا مش كده وقالوا نخلق طوطم يا إخوانا. طب والناس اللي بتموت كل أربع أيام واحد قتيل تحليل كم عددي دول ايه مش مصريين ال 26 اللي ماتوا استشهدوا يا خبر ابيض 26 ايه ده امبارح 45 مصاب ربنا يعود يعني يعودوا الينا سالمين غانمين ان شاء الله من كده للأسف دي قويه جدا. من هنا لازم نشحذ جهود التنموي ندفع بالوعي الجماهيري الامام ندفع بالتنميه الى الامام نعطي القدوة والمثل وبسرعة. ليه؟ أنا واثق في إجهزة الأمن
مش متعصب ولا أدافع، ولكن أنا عارف حرفيتهم وواثق أن الأمن سيصل إلى النتائج، وواثق أن هذه النتائج سوف ترسل إلى السلطة القضائية ممثلة في النيابة العامة أو في المحاكم الجنائية سواء كانت عسكرية أو مدنية ما يهمنيش. كويس، كلها سلطة قضائية، قضاء مصري، أنا واثق في عدالته. ولكن هذا لا يعني إطلاقا أن ده ما بين غمضة عين وانتباهاتها، لا، أنا لازم أعي تماما أن رحلة الميل تبدأ بخطوة. صحيح. طيب دكتور، في ضوء ما نتحدث عنه أيضا الحلول الاستراتيجية اللي حضرتك يعني ذكرت جزء منها في التعامل مع هؤلاء أو المحاولة من حد حتى أعدادهم أو تحجيم أعمالهم الإرهابية، هل بيقع فيها أيضا دور مثلا مسؤولية مجتمعات مدنية زي منظمات مثلا على سبيل المثال أولى أنها تركز في كيفية وضع حلول لهذا الأمر حتى لو على نطاقات محدودة، يعني مش بشكل جمعي ولكن حتى كل في منطقته وفي اختصاصه مثلا، هل زي ما كنا بنتكلم أيمن وأنا على موضوع الأحزاب السياسية أو الشارع السياسي حتى لو هو مركز حاليا في موضوع الانتخابات ولكن له أيضا دور آخر بالتوازي حتى بعد الانتخابات النيابية؟ لا، يعني أحزاب سياسية عندك مع التقدير الكامل ليهم ولشخصهم وعلى كتفنا وعلى رؤوسنا من فوق، يعني ما قدرتهم على التواصل مع الشارع وقدرتهم على الحشد الشعبي وقدرتهم على تقديم نفسهم بديل مقنع للناس، دي مسألة محتاجة شوط كبير جدا عشان الناس تتفاعل معاهم في نقطة زي دي. تمام. لكن دي بتبقى إعلام طبعا، رجال دين وثقافة، رجل دين له أرضية شعبية يستطيع أن يتحدث ويقول له ده غلط، الفقه الديني في الجزئية دي مفهوم واحد اتنين تلاتة طيب أربعة. أنا اتكلمت عن الديني، كنت حضرتك وأنا بنتكلم برضو وقت الموجز إنه يعني مفيش نماذج بحد الشيخ الشعراوي، يعني المرحلة برضو اللي احنا فيها ما بيلتفش أعداد غفيرة من الناس حوالين شخصية كما كان يحدث مع شخصية زي الشيخ الشعراوي الله يرحمه. شوفي بما ان حضرتك عايز نموذج يعني مماثل. لا انا ما قصدتش لما عندما تحدثت عن الشعراوي او تحدثت عن الامام محمد الغزالي او غيره من هؤلاء القدوة الكبار وكانوا مشهود لهم بالكفاءة الدينية وتفسير ومؤثرين في الشارع الى حد كبير جدا، ولهم جمهورهم العريض ولهم تأثيرهم في تغيير وتنويع مصادر الفكر اللي موجودة عند هؤلاء الناس بدرجة أو بأخرى. يعني كنت بتحارب راجل هو عنده عقيدة معينة هو مؤمن بيها وبيحارب وعنده حاجتين، إذا مات فدخل الجنة وإذا عاش فحقق مراده، يعني أنت بتحارب، وأخطر واحد أنك أنت بتحارب واحد إنسان صاحب عقيدة، يعني ما بتحاربيش واحد مثلا، أنت بتحارب واحد الموت عنده سهل هو ما عندوش مشكلة في الموت، وده خطير جدا ودي مسألة صعبة انك انت تواجه. فانت مثلا بخطب مثلا في المساجد، يعني ما انا بكلمك على هذه الزاويه، انت وانت بتحاربي هذا الشخص اللي هو عنده العقيده دي، هذه العقيده الخاطئه بالتاكيد، وانك انت بشكل او باخر انت عايزه تغيرها له لانه شخص انت بتواجهيه فبيقول لك انا اهو صدري اهو، اذا موتيني انا عارف طريقي رايح فين، انا داخل الجنه، واذا انا عشت وانتصرت عليك فانا حققت هدفي. دي خطيره جدا ودي بتصعب من مسؤوليه الجهه الامنيه بدرجه او باخرى، لانه انسان نعم يا حضرتك عايز انه رجال الدين او الفقه يتعاملون مع هكذا فكر او نوعيه من البشر؟ لا انهم لا مش انا ما اقصدش ان اتعامل مع ده بشخصه لانه هو مش هيجيبه ويشرح له هو ما يعرفوش، لكن انت بشكل او باخر لانه الناس دول جم منين؟ ما هم شباب إما بيعاني من وضع اقتصادي معين أو وضع تكفيري معين أو فكر معين هو اقتبسه أو هو آمن به بشكل أو بآخر، أو جماعة معينة قالوا تعالوا نعمل كذا واجتمع حواليهم، كل هذه الأسباب موجودة هؤلاء الناس. فأنت بشكل أو بآخر رسالتك لهم لابد أنك أنت تقولي هذا فكر خاطئ،
انك انت اذا كان في هناك مشكله في مساله الجهاد او مساله مش عارف ايه او اللي انت مؤمن بيه، لا ده مش توقيته او ده مش صحيح او ده اللي انت بتقوم بيه ده يعني وهكذا. يعني دي مساله محتاجه الى حد ما نوع من الفكر المجتهد الحديث اللي يستطيع ان يواجه طبعا. فانت محتاجه انك انت تتحدثي معاه بهذا الاسلوب، وانت رسالتك بتبقى للعامه، انت رسالتك مش لشخص محدد، انت رسالتك لجموع الناس، لجموع المواطنين، مسلم ومسيحي وقبطي ومن هو على ارض الوطن. دي النقطه. النقطه الثانيه والثالثه والرابعه انك انت بشكل او باخر انك انت بتحجمي للنقطه اللي انا برجع لها الاولانيه هي نقطه الحاضنه، انك انت بتحجمي من قدراتهم وبتحجمي من تنقلاتهم بدرجه او باخرى. محتاجه تنميات لازم تعمليها في هذه المنطقه. انت بتتحدثي عن محور قناه السويس وبتتحدثي عن 6 انفاق داخل محور قناه السويس او من اسفل محور قناه السويس. الست انفاق دول انا عاملهم ليه؟ انا ما انا عاملهم عشان انا بشكل او باخر مش عنديش محور احمد، ما عنديش احمد حمدي بس، انا عندي احمد حمدي وعندي 6 كمان احمد حمدي هيتعاملوا تحتيهم، بمعنى ان انا هعمل تنميه في هذه المنطقه. الشكل القبلي وانا بتعامل معاه بدرجه او باخرى لابد ان هناك اعراف وتقاليد الست اللي هو معايا، وهو يتعامل عندما كان ضابط للشرطه في الصعيد يتعامل مع العشائر والقبائل، او ضابط شرطه في سيناء بيتعامل مع بخلاف ضابط شرطه موجود في المدينه في القاهره بيت في شبرا او في مصر الجديده او كلام من. وهو قال لانه الاعراف والتقاليد لها مسؤوليه، وهو يتعامل مع زعيم القبيله او زعيم العشائر لازم بيجيبه يقعده في مكتبه ويقول له شايك وقهوتك وتعالى والموضوع والجوابات. وفي فرق ان يجيبه ويحط الكلبشات في ايديه ويحطه في القفص. عنده جزئيتين، الجزئيه الاولى تفقده هيبته وتفقده ارضيه، والجزء الثاني يفقده يعطي له حمايه ويعطي له ارضيه هو بيحتاج اليها. دي بس انا بتكلم في زاويه الست اللي هو طبعا مدركها معايا تماما. فدي هناك فرق ما بين الجهتين، قد اخطئ واستخدم الفرد الثاني تحت نطاق الحل الامني اللي انا بفرضه. فانا علي ان انا ادرك ان هناك خطا لابد ان انا اصححه في الجزئيه ده ما قصدته طرحه، لانك انت بشكل او باخر لابد انك انت تعالجي الاسباب اللي من خلالها حدثت هذه الحوادث. لان انا حته ان انا دوله كبيره بحجم مصر في هذه المنطقه الملتهبه وان الكل يستدعيها لتقوم بدورها، وان انا بشكل او باخر بابتز من الداخل في عمليات امنيه وجهاديه وعصابات وعمال احارب كل يوم، دي مشكله في حد ذاتها. انا ببحث عن تنميه وببحث عن استثمار يجي لي وببحث عن رؤوس اموال تاتي وتوجه الاقتصادي بدرجه او باخرى، وببحث عن ناس الى حد كبير جدا مهمومين بلقمه العيش والمسكن الامن وفرصه العمل وكل هذه الامور، وانا رايح بتاخد في مكان تاني وابتز. الجيش المصري الرقم 13 على العالم مش دوره انه يحارب عصابات ويحارب بواجه كلام بند وحاجات، ده له ادوار كبيره جدا مطلوبه في المنطقه. خلي بالك في ظل منطقه حدودك كلها ملتهبه، قضاياك تتحكم فيها قوى اقليميه وقوى دوليه وليس بيد العرب بالمجمل حلها، ما عندكش قضيه في العالم العربي في ايد العرب ان هم يحطوه يحلوها، لابد ان كنت تقعدي مع قوى اقليميه وقوى دوليه فرضت نفسها وخلت ارضيه فيها. هنا الكل يستدعي الدور المصري، لابد ان احنا ندرك ما حجم دول الخليج اللي جايه تاتيكي. وعندما تتحدثي بان الخليج امن خط احمر، خط احمر هيكون منين وانت جيشك ثابت؟ لابد ان يكون ثابت في هذه المنطقه بشكل او باخر. في ظل كل هذه الامور محتاج ان انا بقى افرغ نفسي من بمعالجات امنيه مطلوبه وبشده، وبجانب هذه المعالجات الامنيه مطلوب ان انا اعالج كل هذه القواطع اللي انا بقولها لك، وان مع كل عمليه ومع كل حادثه لابد ان انا ادرك لا انا عندي سياده اللواء بحكم خبرته وبحكم 40 سنه و50 سنه تعاطى مع واقع امني بشكل او باخر حصلت امور كثيره جدا، من الممكن ان يكون عنصر تنويري تثقيفي، تعالى يا رجل امن خلي بالك وانت تتعاطى مع هذا الموضوع 1 2 3 4، تعالى في موضوع كذا 5 6 7 8، تعالى خلينا نواجه هذا الموضوع بنوع من كذا وكذا وكذا وكذا. مطلوب ان انا امسك بيد من حديد على من كذا، ومطلوب ان انا اخد ده واخده واقعده. مهمه شاقه برضه، مهمه طبعا، يعني هي مهمه ومحتاج شاقه جدا في وقت في ازمات اخرى صحيح اقتصاديه يا امل، محتاجه نوع من الفنيات في المواجهه. وانا اتعاطى مع مجرم معتاد الاجرام، رجل حامل سلاح بيواجه انسان او قاتل انسان شيء، وانا بتعاطى مع مجرم يحمل فكر وعقيده ويحمل سلاح شيء اخر. في فرق كبير جدا ما بين الاثنين. هذا الفكر الكبير، هذا الفرق ما بين الاثنين محتاج ان انا هنا بتعاطى معاه ازاي وهنا اتعاطى معاه ازاي، وكيف اكسب الاثنين لمصلحتي بدرجه او باخرى. ما انا ممكن اجيب الراجل القاتل ده واقعده وحكمه وياخد اعدام او ياخد مؤبد وفي نفس الوقت يطلع صديقي.
سيادة اللي هو كان بيحدثني انه بعد 40 سنه من خدمته حاضنه بيطلع له بفعل سماعه الفم يقول له تعالى. يعني معانا اتصال هاتفي مع زميلنا الاستاذ عبد الخالق عبد التواب كبير المذيعين باذاعه القران الكريم. مساء الخير يا استاذ عبد الخالق. اهلا وسهلا بحضرتك ويعني البقاء لله دوم لله وحده ونعم بالله وشهدائنا من الشعب ومن الجيش ومن الشرطة وخاصة إن الجيش هو شرف الأمة وعرض الوطن. نعم. حضرتك يعني بخصوص ما حدث بالأمس لجنودنا البواخل من شهداء الجيش يطيب لي أن أقول سالت دماء شهيدنا إيمانا وتفرقت في العالمين أمانا ومحبة نزفت عيوني حسرة فوق الفؤاد فخلفته مهانا فلوايا أنك بالفؤاد متوجه تحييه ملكا قد بدا سلطانا ودماؤنا ودماؤكم كل تداعى بالجوى حبا وعرفانا أما الدليل بكاء قلبي لوعة قد بات يشكو آسفا حيرانا أني تخلفت الشهادة مهملا وأعطيت روحي ذاهبا دنيا. جميلة أستاذ عبد الخالق، احنا بنحييك على الأبيات الجميلة اللي حضرتك كاتبها وهي الحقيقة يعني أبيات بتعبر طبعا عن الحالة اللي احنا بنعيشها وبمؤثرة، وطبعا كل شهدائنا بيستحقوا أكثر من ذلك. احنا بنشكرك شكر جزيل، رحم الله جميع الشهداء ورحم جميع الأحياء في مصر إن شاء الله بإرادته من فوق سبع سماوات بإذنه تعالى. هناخد كلمة أخيرة من حضرتك سيادة اللواء علشان الوقت. أنا بس قبل الكلمة الأخيرة ممكن ثانية واحدة تعليق على كلامك. اتفضل. لا تنسي لا تشخصني عملية الدعاء أو عملية القاعدة زي الشيخ شعراوي والشيخ الغزالي. لا لا ما شخصنتش، انا بس كنت يعني هو الدكتور مختار كان بيقول وقت الموجز انه كانه كان في عندنا رموز الناس كلها تصدق دلوقتي بعض الشخصيات بيبقى في اختلافات عليها ما بقتش تحقق نفس الشعبيه. يعني انا من معجبين جدا برجالات مصر، انما شوفي بقى واحد زي الشيخ شعراوي ما كانش بيشتغل الا مع احمد فراج. احمد فراج كان بيعمل اعداد غير عادي. تعالي شوفي الغزالي، الغزالي كان يشتغل وفق منظومة قيم ثقافية مختلفة جدا. مع بابا شنودة، وطن مصر ليست وطنا نعيش فيه بل وطنا نعيش فيه. يعني شوفي رئيس السادات، يعني تعالي شوفي رئيس السادات الجيل الحالي إيه؟ كان فيه سمة كويسة رافعة هامتها عزيزة صورها. أرجع بقى أقول الكلمة الأخيرة هي دي أنا بقول من تحت من هذا المكان، وبرجو أن يعي جميع أبناء الوطن أنه لا عاصمة لمصر اليوم إلا في تمسك أبنائها بوحدتهم الوطنية وسلامهم الاجتماعي. صحيح دكتور مختار، لو حضرتك لي يعني بالتأكيد برضه. عندما تتحدث مصر قوية أبية كبيرة عظيمة وإنه لا يعني يقلل منها حوادث أو قواطع، الأمل في الله سوف ننطلق إلى الأمام وسوف نجتهد وسوف نصل إلى عنان السماء إن شاء الله. بإذن الله. بشكرك دكتور مختار غباش نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، وبشكر أيضا طبعا سيادة اللواء محمد زكي مساعد وزير الداخلية الأسبق. شرفتونا يا فندم. شرفتونا يا جماعة، والشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام، على أمل اللقاء، تصبحوا على خير.